انت عارف ان بابا حل المشكله الازليه بين الراجل والست؟ ليه؟ عمل ايه المرحوم؟ بابا ندهني في مره قال لي: فاكره يا ليلى الخناقه اللي اتخانقتها مع ماما وانت صغيره وفضلتي خايفه مني وبتجري مني ومش مخلياني حتى عارف احضنك؟ امك يومها كانت راجعه من الشغل ومتخانقه مع المدير بتاعها وعماله تشتكي تشتكي تشتكي، وانا قاعده اديها في حلول واقول لها: طب اعملي كذا، طب اعملي كذا، وهي فضلت تسمعني تسمعني تسمعني، وفي الاخر راحت قايله لي: طب خلاص خلاص، راحت سايباني وماشي. فانا اتجننت وبقيت مش فاهم، ده انا بساعدها يا ليه بتعمل معايا كده؟ قمت داخل وراها وابتدت الخناقه. عارفه يا ليلى امك وقتها كانت عايزه ايه؟ ما كانتش عايزه حلول، كانت عايزه حضن. وانا لو عارف من الاول ان هي محتاجه الحضن، وهي عارفه ان انا قصدي اساعدها ومش قصدي اتحكم فيها، ما كانش بقى فيه خناقه اصلا. فلو كل راجل وست فهموا لغه بعض، هيبقى فيه لغه ثالثه بينهم اللي هي لغه الحب. طب معلش، بس من اول حته بتاعت فلو كل راجل وست فهموا لغه بعض وهيبقى بينهم لغه ثالثه مشتركه اللي هي لغه الحب، من اول هنا الكلام ده يعني ده كلامك ولا ده كلام ابوكي قاله؟ بابا. اوكي، وانت بقى مقتنعه بكلام بابا ولا؟ طبعا لا. اهلك يا نهار اسود، نسيناهم. ايه ده زمان زمان، انت ماتت ليلى البعطوطي زياره. ايه، مش جاي لك نوم ولا في حاجه بتفكر فيها شغلك؟ سؤال سؤال. يزن 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 يزن. ايه اسال. لا ده السؤال عندك انت. انا قلت هنزل تساله لي وترتاحي شويه من تفكيره، بس انا محضر الاجابه. طب ولما انت فركيكه قوي كده وتقول السؤال بالمره؟ ليه قلت عليك يا عم؟ دي كانت لعبه وانا ولا اهتميت اصلا. يبقى الزياره انتهت، تصبحي على خير. استنى. ايوه، ايه الاجابه؟ الهرمه لما بتيجي تتجوز كل اللي عايزين يتجوزوها بيقفوا كده يرقصوا قدامها، وهي بقى بتختار اكتر واحد بيعرف يرقص. يعني يوم ما بتختار بتختار احسن واحد وبعدين بتقتله. بس بعد ما تتجوزوا. يلا تصبح على خير. عايزه حاجه؟ تاخدي ميه؟ طب نام على السلم بقى. اوكي. نور يوم الكامب نسي البنت الخواجية خالص. البركة في ليلى. بس ده يوم وعد، والبنت حلوة ورايحة جاية خايلة لسه. عايزين نتقل العيار شوية يا ليلى. ما تقلقوش، سيبوهولي. انت عارفة يا ماما، لازم لحظات ان هو مشغول بليلى دلوقتي شوية. ما تمام يا جماعة، هو مركز معاها وهي مركزة معاه، ولا ايه؟ شكلك حطش. شوفوا وشها حمر ازاي، ولسه في بنات بتتكسف. النهارده انا عملت لكل واحده فيكم الحاجه اللي هي بتحبها. عملت لماما الستيك اللي بتحبه، القعده الحلوه دي عشان هدهد، المزيكا اللي شغاله دي عشان سندس، الشمع ده عشان جوجو. انت عارف بتحب البوز، بس انا مش هقدر اعمله لك. انا ما بحبش اضرب بوز، بس انا نفسي بقى كل واحده فيكم تتمنى لي امنيه. حاضر. ماشي. انا بالنسبه لي اتمنى انك انت تتجوز وتخلف اولاد يلعبوا حواليا. وانا بقى نفسي ما تبعدش عننا ابدا ابدا، العمر كله يا رب. سلام. ولا الحق اشوف ولادك. ربنا يديك طولة العمر. ان شاء الله يا رب. يا رب. انت يا بت. انا؟ مش عارفه يعني، انا عايزاك تكون مبسوط وخلاص، يعني لو تتجوز تمام، تخلف عيل شبهي اوكي. يا ساتر. لا شبك. لا. شبهي يا ساتر. يا ريت شبك. انا بقى بتمنى لك انك ما تقعش تاني. طيب يعني ده واضح كده من كل امنياتكم ان في اجماع على موضوع الجواز ده. طبعا. بس هو المفروض الواحد لما بيتمنى امنيه، يعني انتوا اتمنيتوا لي امنيه المفروض انها تساعدني انا، صح؟ مظبوط. ده العادي.
انما انتوا مش واخدين بالكم ان انتوا تمنيتوا لي انا برضو امنيه بس تسعدكم انتوا يعني ها؟ المهم انا قررت اسعدكم. الله عليك. وقررت احقق لكم امنيتكم. حبيبي اقول قول قول يلا بقى يا قول يا حبيبي قول قول يلا. انا يا جماعه خطبت بيرلا. هتسافر ان شاء الله؟ هي هتسبق وانا هحصلها. يا جماعه في ايه بقى بعد كل ده هتخطب بيرلا؟ بعد كل ده؟ بعد كل ده اللي هو ايه بقى يا ماما؟ انت عارف يا نور ان انا ماليش غيرك في الدنيا، وانت مصر انك تكرر نفس غلطه ابوك وتتجوز وتسافر. انا ضيعت عمري كله عليكم، انا بربيكم لوحدي، يبقى هو ده جزاتي؟ تجيب واحده قريبه مرات ابوك وتعيشها مع امك وتمثل عليا التمثيليه دي كلها؟ انا يا نور، احنا كلنا سمعناك وانت بتتكلم مع بابا وبتتفق معاه انك تجيبها. عشان كده بقى انتوا جيتوا معايا لحد هنا. يبقى مين بقى اللي عمل تمثيليه يا ماما، انا ولا انتوا؟ انا عملت كده عشان ما تسيبنيش زي ابوك، ومستعد اعمل قد كده 10 مرات عشان ما تسيبنيش يا نور. مش دي الحقيقه، انتي مش عايزاني اتجوز جوازه شبه جوازتك. العقده هنا يا ماما، هنا. نفس كلام ابوك، نفس طريقته، نفس صراحته اللي تجرح. انا مش عارف، انا منتظر منكم ان انتوا تباركولي. يعني انتوا ليه عاملين كده بجد؟ احنا حبيبي طبعا لازم نبارك لك، وكلنا بنتمنى لك الخير، بس كل اللي بنطلبه منك يا ابا انك ما تسافرش.